السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ شو أخباركم؟ رجعنا لكم من جديد. اليوم بدي أحكي لكم عن موضوع، أتمنى تسمعوا الفيديو منيح وتأخذوه كنصائح أو كتجارب شخصية مني لكم. أي حدا حابب يعمل مشروع صغير، كتير حلوة المشاريع، ربنا سبحانه وتعالى مبارك بالتجارة، فاللي بيحب يعمل مشاريع بيحب يفكر بهيك أمور، هيك شغلات، في عنده طاقة، في عنده دافع، في عنده حافز، في عنده قوة داخلية حابب انه يستغلها بهيك أمور، بيشوف بحاله انه هو إنسان ناجح يستحق الأفضل. ودائما طبعا الإنسان لازم ينظر لنفسه بهذا المنظار، انه أنا دائما أستحق الأفضل، لأنه عنا الحمد لله عقل وعنا طاقة وعنا تفكير وعنا قدرة انه نعمل اي شيء، واللي صاروا مالهم احسن مني ولا منك. قادر انك تعمل مشروعك من قلب البيت، قادر انك تعمل مشروعك من بريت البيت، اذا عندك انت انترنت، عندك هالامور هاي والوسائل متوفرة عندك، فانت قادر انك تعمل مشروعك وقادر انك تبلش. لا تشوف اي حدا فاشل، وبعد عن العالم طبعا المحيطة والسلبية اللي حواليك واللي تسمعها واللي بتخليك مثلا انك انت تفشل او ما بتخليك تقوم تشتغل او تعمل، فانت حاول قد ما كان قوي حالك، حارب الظروف، حارب حتى داخلك من جوا، حارب نفسك، ولا تخلي اي شيء مثلا يرجعك لورا، خليك دائما انت منطلق للامام، دائما شوف حالك انك الافضل، انك الاحسن، انك قادر على ان تعمل كل شيء، وشوف بحالك الانسان الناجح اللي قادر يعيش ويحارب الظروف الصعبة. ولا تنكسروا، لا تسمعوا لكلام المحبطين والكلام الناس الفاشلة. مو كل انسان فاشل لازم يكون هو قدوة لنا، مو كل انسان عمل شغلة وما طلع بايده يكملها لازم انت تسمع له او لازم تاخذ رايه، لا ابدا. اذا هو ما قادر يعملها فهذا شيء شخصي راجع له هو ولظروفه اللي ما قدر يحاربها وكان اقوى منه، فانت ممكن تكون اقوى منه، ممكن توصل اكتر منه واحسن منه. بس شوف هالناس هي بعد عنا، يعني نصيحة مني، بعد عن هي الاشكال وهي الشخصيات، وان كانت متواجدة يعني لابد من وجودها حواليك ومعك، فانت دائما خليهم يحكوا او خليك انت بفكرك بعالمك بواقعك انت اللي عم تعيشه وتتخيله جواتك، لانه انت اللي بدك تنمي الداخل اللي جواتك، انت اللي بدك تقوي الشيء اللي جواتك. دائما عبي داخلك بشغلات ايجابيه، بشغلات حلوه، طبعا ده كله باذن من الله وكله بالاتكال على رب العالمين وبتوفيق من الله، بتوفيق من الله عم نشتغل ونسعى، واسعى يا عبدي لاسعى معك. فنصيحة أخيرة مني، إذا في عندك هيك مجرد فكرة، ولو جزء من الفكرة أو جزء من الهدف لساته جواتك عايش وانت حابه، لا تتركه وحارب كل شيء لحتى توصل له، وانت بس تبلش تسعى وتقوم من مكانك اللي انت قاعد فيه ومكتئب ويأسان وتعارك بهالحياة، وتركض ورا هدفك وتشوف الاستحقاق اللي الداخلي اللي جواتك، رح تقوى كتير. دائما اللي هتحارب الشيء السلبي اللي جواتك وتقوى اكثر واكثر كل يوم، وكل ما انت مشيت وطلعت وسعيت ما بتعرف كيف الامور بتتهيأ لك وبتتيسر معك، بس انت بلش، بس انت فكر ودور، اي شيء بتدور عليه بتلاقيه، اي شيء في الكون بتدور عليه بتلاقيه، دور على المال بتلاقي المال، دور على الزواج بتلاقي الزواج، دور على الشغل بتلاقي الشغل، دور على الشغلات السلبية واللي مو منيحة بتلاقيها مليان، فأي شيء بتدور عليه بتلاقيه، لهيك دور على شيء حلو. ووقت تكون أنت شخص مؤثر بالآخرين وبتعرف أنك أنت شخص مؤثر ببعض الأشخاص، فدائما حاول كلامك يكون إيجابي دائما مع الشخص اللي بتأثر فيه، دائما تزرع جوات الإنسان ثمار وبذار هيك طيبة وخصال طيبة. إذا أنت بتعرف هذا الشخص بيتأثر بكلامك أو بيحبك، فأنت حاول يكون هيك إيجابي دائما، حاول انه انت تعطيه افكار تنميه من الداخل، تخليه دائما ايجابي متفائل قوي، انسان صح، انسان طموح متفائل، يعني حاول ازرع شيء حلو. ما بتعرف انت باي زمن باي وقت باي فتره من الفترات بتنبت احدى الزهور، احدى الورود اللي انت زرعتها فيهم من الايام. رب العالمين ما بينسى حدا، ربنا دائما واقف معنا، دائما بيسامحنا، دائما بيعطينا فرص، دائما بيقوينا، دائما يعني بفضل من الله طبعا، الحمد لله رب العالمين. وبتمنى تكون الأفكار كثير حلوة ومفيدة لكم، وقدرت تفيدكم بكم معلومة أو كتجربة شخصية أنا عشتها أو عميشة، وشكرا لكم جميعا على حسن الإنصات، ولا تنسونا من الدعم
والتفاعل. شكرا لكم جميعا.